موجز الرابعة من إنفوجراد، أهلا بكم. اعتبارا من الغد الأول من أبريل سيكون هنا 5 اختبارات PCR و5 اختبارات سريعة مجانية شهريا لكل فرد، وستستمر الاختبارات المجانية ضد فيروس كورونا دون قيود في مرافق الرعاية ومرافق ذوي الاحتياجات الخاصة والمستشفيات والمنتجعات الصحية، بالإضافة إلى رياض الأطفال، حيث يمكن الاستمرار في اختبار الموظفين والأطفال بدون حصص. وينطبق الشيء نفسه على منشآت اللاجئين، وستكون وزارة التعليم هي المسؤولة عن المدارس. ووفقا لوزارة الصحة فإن الخط الساخن 1450 هو المسؤول عن الاختبارات المجانية للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض. وعلى صعيد آخر، فقد أعلنت ولاية فينا أنها ستواصل الاعتماد على اختبارات الغرغرة. ومن ناحية أخرى تفضل مقاطعة إشتيامارك المعالجة عبر الصيدليات. أكد جيهارد كانر وزير الداخلية النمساوي اليوم الخميس أن النمسا استقبلت حوالي حتى الآن 228 ألف نازح من أوكرانيا، مشيرا أنه تم إرسال البطاقة الزرقاء إلى 7000 شخص منهم، مما يتيح لهم الوصول إلى سوق العمل فورا، مضيفا أنه بعد التشاور مع الخبراء وحكام الولايات تم تحديد حد أعلى إضافي للدخل للنازحين من الحرب، إلى جانب المزيد من الأموال للسكن الخاص. كما قال الوزير أنه تم مساعدة الكثير، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه للقادمين من أوكرانيا، وتقرر زيادة حد الدخل الإضافي من 110 يورو إلى 485 يورو، وهذا التغيير مخصص لجميع الأشخاص الموجودين في الرعاية الأساسية في النمسا. بعد مرور 16 شهراً على مداهمات الإخوان في النمسا عام 2020، لا يزال المحققون يعثرون على خيوط جديدة تدين جمعيات ومنظمات إخوانية بتمويل الإرهاب، حيث أن أحد المشتبه بهم يعمل في منظمة تجمع التبرعات في النمسا، ويشتبه أنه على تواصل مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. ويشتبه المحققون في أن المنظمة حولت أموالاً إلى جهة تواصل معها المشتبه به من خلال رقم إسرائيلي، كما توصل المحققون لصور تربط المتهم به في ملفات تحقيقات الإخوان بحركة حماس ميليشيا إسماعيل هنية المدعومة من إيران. ويعتبر هذا من أهم النقاط التي من الممكن أن تؤدي لإدانة الأشخاص المعنيين بالتحقيقات الجارية. أدانت المحكمة الإقليمية في سانت بلتن المحقق النمساوي جوليان هيسن ثالر البالغ من العمر 41 عام بالاتجار بالمخدرات عام 2017 و2018 وتقديمه هوية مزورة أثناء فحص الشرطة عام 2019، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ونصف. وقد نددت منظمات غير حكومية بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود بالحكم، ووصفته بأنه مدمر. وزعمت أن الإدانة هي محاولة الإسكات لهيسن ثالر، وقال توماس لونينجر مدير منظمة إي بيك سنتر ووركس النمساوية أن المحاكمة تقدم رؤية مدمرة للثقة في استقلال القضاء وسيادة القانون، وأنه لم يكن هناك دليل ضد المتهم خلال المحاكمة غير أقوال شاهدين. ويذكر أن جوليان هيسن ثالر هو الذي قام بنشر فيديو فضيحة إيبيتسا وتسبب في سقوط الحكومة عام 2019. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.